Colombia. عامر سمي با شنو هالوقع اللي بدر جنبك اقرا اي نعم انا ابوك اخوانك دامر وسامر واختك لورا انت وانا ابوك اخوه السبيل ترى برقبك الله يعينك عليهم وانا ابوك كمل بعد الوصيه يا بابا عظم الله اجرك جزاك الله خير عظم الله اجرك عظم الله اجرك جزاك الله خير عظم الله اجرك عظم الله اجرك عظم الله اجرك عظم الله اجرك جزاك الله خير عظم الله اجرك عظم الله اجرك عظم الله اجرك عظم الله اجرك الله يجزاك عظم الله اجرك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا بابا رحت قبل ما ودعك من أنت؟ أنا تامر أنت عامر؟ تعال بالحضن يا أخويا وش أحضان الله يصلحك حنا بعزة هذا أخوي تامر أما يا عامر عندك أخو مصري إيه هذه سالفة طويلة وتراه سعودي يعوض بعمرك يا خيي من ذا بعد؟ هذا أخوي اللبناني سامر وبرضه ده سعودي؟ ايه سعودي هاي من انتي؟ You must be Amr. Yeah, you must be Amr. No, what I meant is that you're Amr. I'm your sister Laura. Oh, Laura. Yeah. اتفضلي اتفضلي welcome. What? Welcome, welcome. ادخلي داخل. Come again? أقول داخل داخل. You want me to go inside right now? Yeah, yeah. Oh, okay. But can you carry my bag, please? It's heavy. آه مسافي ما مسافي. شيلي شنطتك وادخلي يلا. What? شيلي شنطتك يلا. My bag. It's heavy. Can you carry it for me? أقول ما شيل شنط حنا ادخلي. Okay. يلا كل واحد ياخذ مطرح وينام بدك ننام ثلاثتنا هون ايه ننام هون على فوقة انا ما بنام الا على التخت هذا سريري يا حبيبي شو ما في نام الا على التخت خلاص خلاص نم بالتخت فيك تفله بدي اغير ثيابي يا عم انت مكسوف كلنا اخواتك اقول اسمع يا تامر انت تنام بالارض وانت تنام بالتخت مرسي لك يا اخوان الوالد قبل ما يموت الله يرحمه وصاني عليكم واعطاني الورقه ذي يا حبيبي يا بابا ما لحقتش حنيتك افتح الوصيه بقى الوصيه تقول ان الوالد الله يرحمه مديون ب 400 الف ريال شو ده يا راجل شو ما شو اقول لك مديون ب 400 الف ريال انا لقيت الحل بنبيعه للبيت على كيفك انت تبيع البيت اصلا البيت مرهون ولازم كلنا نتفق ونجتمع ونسدده أنا من ناحيتي رح أساعد كفو يا مها يا عيال ما لا داعي البنت تصير أحسن مننا خلاص حقف معاكم عشان أبونا يرتاح وربنا يسامح كفو يا تامر وأنا بدي ساعدكم بس كيف؟ ازهلوها أنا بضبطكم بشغل هلا وين لورا؟ The hell is wrong with you? ايه سلامات تحسبين نفسك في لاس فيغاس ترى هنا يصورونس يفضحونس Sorry, I don't get you. أقول سبورت بالحوش. What?
سبورت بالحوش. Sorry, come again. بالحوش سبورت اركبي. You know what? I'm gonna continue my jogging, so see ya. تعالي. حامل. سلامات، تبي تموت انت؟ والله عيب عليك، قاعد تلاحق بنات الناس وتغازلهم في الشوارع. ايه هذا اللي تو شغلتنا من حاشة وقاعد الحقها. شغلتكم؟ ايه من حاشة؟ ايه دقايق واجيبها لك، دقايق. ابوك يا النكبة. فول! لو خلص الفول انا مش مسؤول. بالله يا معلم كثر لي شطة لا انت. حاضر يا باشا. وش اللي شطة؟ ترى ما في شطة، بطحينية. لو ما فيش طحينة اعمل لك مخصوص. تفضل يا باشا. تفضل حساب يا برنس. الحساب هناك. منورين يا باشا. نورك حبيبي. كل سنة وانت طيب. وانت بخير حبيبي. اي واضح اني ببخشيش. عطوا خليج بالتميس. ما تخلي يا باشا. يا ابوي ذا ما يبي. هو انت ما صدقت؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين وسهلين، يا مرحبا. صحن معصوب. أوكي. وصحن بيض مقلي نص استواء، استواء اللي تبيه يعني، خذ راحتك. أوكي أوكي ما عليك، مضبوط. حامل. وين؟ شوف حالك حامل، مكان أشتغل اللي زي كذا. لا لا مو عامل. يا رجال هو عدفة حاطي دقن وكذا ويبيع هنا مسوي نفسه متفشي. أوكي أدري إنه عامل. خلاص استرى الرجال، لا تفضحه. ترى وضع المادة بعد ما مات أبوه مرة سيء. هي يمي يمي صيحتني، خل أوريك فيها الحين. إيش بتسوي؟ صحن فول وكثر لي الزيت. حاضر يا باشا، عايز عليه شطة؟ يا حبيبي أنت عارف تركي، عارفني كويس إني أنا ما أحب الشطة. وأنا أعرفك منين يا جدع أنت؟ أنا أول مرة أشوف وشك. شوف الجحدة. ترى كف بخليك تبتلم أنت ذا الكدوش اللي حاطه على راسك ذا، ما عرفتني؟ أنت حتلم نفسك ولا أديك جوزين يلم؟ شوف الولد يتكلم لغات جوزين وكلام فاضي. شوف ترى كف بخلي عين ورا وعين قدام، تسمع؟ ايه عايزيه يلا. هاي تامر، كيف الوضع معك؟ ايش عنده ذا هنا؟ صدمة عمر مرت علي ولا حسبت حسابها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش ذا؟ مثل ما انت شايف ستيك. وش اللحم ذا؟ لحم بقى. اوه والله شكله طيب. اخلص علينا وانا اختك، كم قطعه تبي؟ وبعد في جريش وقرصان. ايش دخلك انت؟ الحين قاعد اكلم حقه اللحم. ايه سلامات، وش اللي حقه اللحم؟ ايش دخلك انت؟ ايش تبي انت؟ ما اتكلم. سكامر ستوب يلينج. اقول اسكتي انت، انا عارف هالاشكال، تيجي تذوق وبالاخير ما تشتري. ايه الحبيب ترى ذولي خواتي. أو معليش والله ما كنت أدري، آسف. خلاص أعطونا ثلاثة جريش واثنين ستيك وزيادة بعد قرصان وكل شيء. هذا هو تركي، راح خلهم يسوون قهوة. أبشر. خير، وش عندك؟ أنا بصراحة جاي أطلب القرب منكم. إيه تبي تخطب مها؟ لا الله يسلمك، أنا أتشرف الحقيقة بأختك ما، بس أنا جاي أخطب الشغالة. شغالة؟ ما عندنا شغالة. يا رجال عندك شغالة عندكم، تذكر يوم أنك تلاحق ذيك اللي تركض يا ابن الحلال وأنا تقول شغالتنا منحاشة وأنا أدز وراها بجيبها؟ تقصد لورا؟ لورا لورا إيه. لورا هذه مهبة الشغالة، لورا أختي. يا رجال أختك الشغالة، المهم جاي أخطبها. أجل الرأي عندها. This guy? Yes, this good man. No, please. I don't want to marry him. Look at him. Impossible. تقول عنك impossible. Yes, impossible, yes. No, sweetie. You are أشهب. أشهب؟ No, أشهب. تقول عنك أشهب. إيش أسوي؟ رياض قبال كثير. You are أشهب. يعني ما تنفع أشهب. صدمت عمر مرت علي ولا حسبت حسابها. الو مكتب السأل للسياحة والسفر، خمس ليالي مع التذاكر. اوكي كل التفاصيل حتلاقينه على الايميل. شكرا لاختياركم شركة السأل للسياحة والسفر.
انت وش قاعد تسوي؟ هيدا المكتب يلي وظفني فيه عامر، قلت لهم بدي اشتغل اونلاين، هيك افضل لإلي وكمان العالم كله بتشتغل اونلاين. تعالي ساعديني. ان شاء الله يا ماما. يا ويلي شو الحمص طيب؟ هذا جريش. شو؟ مثل ما علمتك يا تامر، الحكم أكبر شيء فيه ولد 9 إكة، وصل إكة 10 شايب، أوكي؟ أوكي. وإذا ما معك ورق لا تشتري. ما تخافش يا عم حنكسر دماغك. كفو يا تامر. قص. الأول. الأول بس. خذ حكم. حكم. حكيم. ألعب. ألعب هذا حري. يا واد فقي أنت. تحكم والولد مع ياسر وكمان تنزل التسعة يا فقي مفهي أنت مفهي وأنا مالي كفته هو اللي قال لي وهذا وش عرفه حد حبشة انت حبر يا لك يا عيال بكرة اجتماع العائلة معزومين عند عمي كتير حلو لحظة هو في ايه شو في شيء لازم يتغير يا هلا وسهلا حياكم الله هذه الساعة المباركة الله يبقيك ويسلم الله يحييكم سلام عليكم وعليكم السلام حيا الله عامر تعال جنبي في صدر المجلس تعال بالخير يا عم يا هلا وسهلا حياك الله يا عامر ايه قلتني كده مرحبا سامر حياك الله يا سامر أعرفكم على سامر ولد أخوي مرسي إيه قلتني كده مين تعال تعال في ذا في صدر المجلس تعال مرتاح هون تعال هنا لا تفشلنا يا سامر تعال هنا عند الرجاجيل مرسي يا عمو ترصصت عظامك شو رصة مرسي لا إلك أمك يا ولد يمناك وين هي خذ من قلبي منك يا مالغني مرسي وش حالك وش حال صحتك وش حال شيبانك نشكر الله اول زمانه طلعت لبنان وتقنص فيها صقور عينت من الله خير شو تطلع معي انت وعامر تقنص صقور نستانس ما بدي هيدا الشنب حقيقي يعني منك مين مخباك يا ولد في الشنب الحقيقه رو حول ولا قوه الا بالله الله يفشلك فشلتني منورين يا رجاله اعرفكم على تامر ولد اخوي تعال جنبي يا تامر تعال ابشر بعزك ازيك يا عمو الله يخليك شلونك يا تامر بكم ده ده حلالك داد تامر عليه تامر ولا عامر اتخى شويه اتخى شويه طيب الحلال الدف يا اخوي القهوه يا ولد قهوه يا عمي يا مال الطيب والهيل والقهوه ولا يهنون الرجاله يا ابو سعود يا ابو سعود تعبت المراجل اتركها لوحدها وارجع لها تاني ملهاش غيرك صح لسانك صح لسانك وقعد لوحدك كده سرحان شيطان يوزك سكه شمال والعب يلا العب يلا وتلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا عايز تكون صاحب مبدأ عايز تكون وتقول انا هبدأ يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا
بتاعتنا كده خربتنا حبة فوق حبة تحت اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا اسمع العش انت ولد اخوك عندي عند النياب يوم الجمعه وقلت ابشر والعب يلا العب يلا ابوك النكبه عطى بدري عليك كفته كفته شوف هذا سناب تامر وريني دي بقى طنط ام عامر بتحضر اكله انما ايه ما حصلت خلص الغداء شو السالفه اخوك تامر مطلع امك في السناب من جدك انت واختك مها لا حد يشوفها لي هات الجوال انا اوري طيب جوالي اهو يا اخي اخوه الجديد منتي بقول لك ايه المحشي ده طعمه جنان انا دقت زيه في الحسين ما شاء الله اه والله بص يا طن ايوه بص عليه شكله لذيذ وش انت مصور ها؟ وش انت مصور؟ هات الجوال ده بتاعي هات الجوال وش فيه يمه؟ قري لنا الخاتمة ذا مصور سنتي ومها ومنزلها في قصتي بالسناب واخذ يا بس وفيها ايه يعني؟ تستهبل انت تستهبل؟ في حد يصورها لا؟ ما فيهاش حاجة كمان نزلتها في الفيسبوك اسمع احذفها احذفها لا احذفك من الشباك تفهم ولا ما تفهم؟ شو ما قلت لي رايك بالسياره منيحه السياره ما عليها كلام بس حقت من هيدي السياره لإلي يا خيي لإلك شلون هلا بخبرك شفت مكتب السياحه تبعنا طورنا واتحدنا مع مكتب تاني بدبي وصرنا اول مكتب اونلاين بالخليج ودين ابوي بدي شي 3 اشهر بكون مسكر ديون بي شغلني شوفير معكم هيدا شيك 350 الف دول كمان 50,000 ريال. And I've got 30 grand. It's all yours. كفو. بيض الله وجهكم. وبكذا بنسدد دين أبوي 400,000 ريال. أنا يبغى يتكلم. باقي فلوس لازم يروح حق أم عامر. يعني أم عامر هي يتعب معانا. هي يطبخ أكل. هي يسوي لاندري ملابس. يعلم أنا عربي. فلازم فلوس يروح حق هو. الحقة تستاهل كل خير. جزاكم الله خير يا عيالي. الحقيقة يا أخوان. في حاجة لازم تعرفونها زين الشركة اللي أنت تشتغل فيها يا سامر هذه شركة أبوي شو؟ والمطعم اللي أنت تشتغل فيه يا تامر هذا مطعم أبوي وأنت يا مها وأنت يا لورا أبوي مسوي لكم مفاجأة يفتح لكم مطعم نسائي تحت إدارتكم الحقيقة أن أبوي عنده خير بس كان حاب أننا نتكاتف ونجتمع ونكون يد واحدة وبعدين كل واحد ياخذ حقه الله يرحمك يا بابا I'm so excited actually May his soul rest in peace. عامر تعال بيك. يا زول انا لي شهرين بفتش فيك لكن الحمد لله هسي لميت فيك. اتحداك. اي والله. والله يا خديجة جيت للسعودية أشيل نصيبي لقيت أبوي عليه ودين قلت أسي لازم أقيف مع أخواني أسدد ليه هاي أركب بديتي عنا شباب